مصر لأنها ما هياش دولة صغيرة، مصر اللي بتقول عليه بتعمله، ومصر ما بتاكلش حق حد، ومصر ما بتوعدش وتخلف. مصر وفت بالوعد واستكملت تعويض أهالينا، أهالينا وربنا عالم بقى، وهم بصراحة أهالينا في النوبة عارفين أنا أحبهم قد إيه، أهالي النوبة لفترات إنشاء السد العالي، فتستكمل هذه التعويضات ويبدأ التقديم من اليوم. أستاذ عبد الفتاح حسن الرئيس السابق للاتحاد النوبي بمحافظة أسوان، يا أهلا وسهلا. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يدي الهنا يدي النور، ووطي بقى التلفزيون ونسمع بعض من التليفون. ازاي الحال؟ كله تمام؟ اخوك يوسف ولا يوسف بيه ولا حاجه؟ اخوك يوسف ولا يوسف بيه ولا حاجه؟ سيبك من الالقاب دي، انت اللي على راسي. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. انا كنت بتكلم على انه وفاء الدوله استكمال تعويضات اهالي النوبه لفترات انشاء السد العالي، وانه التقديم يبدا من النهارده. قول لي. هو طبعا احنا بنشكر بطالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اول رئيس جمهوريه يوفي بوعده بتعويضات اهالي النوبه. في تاريخ الدوله المصريه تم تعويضات اهالي النوبه. مفيش رئيس جمهوريه قبل كده استكمل تعويضات اهالي النوبه. عشان كده طبعا احنا بنفتخر بالسيد الرئيس اللي هو يعني عمل وثبت الوعد زي ما وعدنا اوفى، وطبعا بنشكر يعني جزيل الشكر لابناء اسوان يعني وجميع المحافظات اللي موجودين في ابناء النوبه. وطبعا يعني نشكر معالي الدوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى كمال نجيبي طبعا بنفسه جه هنا وادى العروض والمستندات الرسميه للناس المتدربين، ومعاه معالي اللواء محافظ اسوان اللواء اشرف بيه عطيه المحترم. طبعا كان في احتفاليه كان جميله كانت في 2017 ابتدى التعويضات اهالي النوبه، وكمان يعني احتفاليه كانت جميله جدا، ويعني يعتبر يعني التعويضات كلها يعتبر يعني شبه استكملت، بس في بعض يعني في بعض المعوقات والحاجات اللي موجوده زي الاوراق الروتينيه طبعا لتقديم المستندات المطلوبه. طبعا في يعني التعويضات الجدود يعني في اوراق مش موجوده للاحفاد كده. عشان كده من ثلاث معالي تطالب الاستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي يظبط لنا الحاجات دي في السيسي زي ما هو وصف الوعد يعني. وفي عقبات كده بتسليم اراضي برضك وحصول في البرجندي النوبيه، كنا عاوزين الجماعات الزراعيه تشتغل، وزي ما طبعا كان الاتفاق ان الجماعات الزراعيه تسلم الاراضي لحد دلوقتي ما فيش كلام يعني. وكنا ونتمنى من الاب الروحي عبد الفتاح السيسي اللي يحقق لنا امان اهالي النوبه بتنفيذ ماده 236 مشاركه اهل النوبه بالتنميع في اراضي النوبه القديمه. وطبعا احنا كلنا طبعا مع القياده يعني قيادة السيد الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي والمساحة العامة، ولإنشاء طبعا الجمهورية الجديدة 2030 احنا معاه قلبا قلبا، أهالي النوبة كله ورا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله بص يا عبد الفتاح، يعني الطلبات دي يا ريت تتحقق. أنا هقول لك على حاجة جميلة، أولاً هنتفق على إنه حق كل مصري هو حق مصر كلها. وبالتالي مسألة الوفاء بهذا الوعد لأنه ده حق مصر على المصريين، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا أعتقد بل أنا أقول لك إيمان كامل، أي شيء
في شكل من أشكال التسهيل لتذليل أي عقبات ثق إنها تحصل وتحصل النهاردة كمان قبل بكرة. فخامة الرئيس لا يترك لأحد أمر ما يظل مفتوحا دون حل. الرئيس بيشتغل طول الوقت على مصلحة المصريين بشكل عام، لا يفرق بين مصري وآخر، لا اللي في الجنوب مختلف عن الشمال ولا اللي في الشرق مختلف عن الغرب. ثق 100% 100%. وأنا بقول لك إنه كل اللي حضرتك قلته ده قلته هنا على التلفزيون المصري في برنامج التاسعة على القناة الأولى، يعني القناة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ثق إنه يصل إلى الرئيس بإذن الله خلال يعني دقايق، ده لو ما كانش ثواني. أنا بشكرك مرة تانية أستاذ عبد الفتاح حسن الرئيس السابق للاتحاد النوبي بمحافظة أسوان.